طائرات حربية جديدة تصل للمجلس الانتقالي والكشف عن مخطط خطير يستهدف وحدة اليمن، لنشاهد التفاصيل. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً اليوم تسلم قواته لشحن طائرات حربية جديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال القيادي الجنوبي في المجلس الانتقالي سالم الشيبة إن الدفعة تتضمن 17 طائرة من نوع ميج 35 روسية الصنع، اشترتها الإمارات لقوات الانتقالي الجنوبي ضمن قرض طويل الأمد. وأضاف الطائرات وصلت إلى قاعدة العمد ويتم تجربتها وهو ما اعتبره مراقبون. إن هذه الدفعة من الطائرات تأتي في إطار مساعي إماراتية بريطانية لتقسيم اليمن وإعلان الانفصال رسميا. وبحسب المراقبون فإن الإمارات العربية المتحدة كانت قد كثفت خلال الفترة الماضية من تدريب مقاتلي الانفصاليين على قيادة الطيران الحربي. وأوضح المراقبون أن هناك مخطط دولي لفرض واقع جنوب اليمن الخاضع أصلا لسيطرة قوات الانتقالية الجنوبية الانفصالية المدعومة من الإمارات.